طلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم إن شاء الله نكمل المضادات اللي تأثر على السيل وول، وراح نسترسل بالسيفالوسبورينز، مجموعة السيفالوسبورينز. السيفالوسبورينز هي عبارة عن بيتا لاكتام أنتيبيوتكس، واللي هي تركيبيا ووظيفيا لها تشابه جدا قوي بالبنسلينات، واحنا اخذنا بالتصنيف بالمحاضرة الاولى انه مجموعة البيتا لاكتام اللي دا تحتوي على حلقة البيتا لاكتام، قلنا اصنافها ومن عندها البنسلين والسيفالوسبورين. Most cephalosporin produced semi-synthetically by the chemical attachment of side chain of 7 amino cephalosporinic acid. تغيير بالحلقة أو ال 7 amino cephalosporinic acid هو اللي دي يصير أكو تغير بأنواع cephalosporins، وهي عبارة عن semi-synthetic. السيفالوسبورين إلها نفس المود of action or mechanism of action of the penicillin اللي هي inhibit the cell wall synthesis، وكذلك التأثير كميكانيزم of resistance نفس الميكانيزم اللي كانت موجودة بالبنسلين. بعض المواصفات للسيفالوسبورين إنه هي أكثر مقاومة من البنسلينات للبيتا لاكتيمازز اللي هي الانزيمات اللي تحل حلقة البيتا لاكتام اللي منتجة من البكتيريا، لذلك تعتبر السيفالوسبورينات أكثر مقاومة من البنسلينات وتقدر تحارب الجراثيم بصورة أكثر. هذا الرسم مثل ما حضراتكم تتابعون انه التشابه الكبير في التركيب الكيميائي ما بين البنسلين والسيفالوسبورين بالنسبة الى حلقة البيتا لاكتام اللي موجودة واللي على اساسها انشملت المجموعتين من الادوية الى نفس المجموعة الرئيسية وهي البيتا لاكتام انتيبكتيريال. نجي هنا على التصنيف للبارنترال والأورال سيفالوسبورينز. طبعا احنا عندنا بالنسبة الى مجموعة السيفالوسبورينز خمس مجاميع، first generation والsecond والthird والfourth، وهو الفيفث بس كاتبين الadvanced generation and the combination agents. اذا انا عندي هنا الجيل الخامس المتطور وكذلك الcombination اللي مسوي مع أصناف السيفالوسبورين. مثل ما تلاحظون أنه أكو parenteral سيفالوسبورينز اللي تعطى حقن سواء IM أو IV، وكذلك أدنى الأورال. فشفت هذا الجدول مناسب جدا لمعرفة أو التفريق ما بين البارنترال والأورال. ماكو قاعدة عامة لحفظ الجنريشنز، لكن يعني كل مجموعة بيها فالصفات تختلف عن المجموعة الأخرى، يا أما بالأكتيفيتي أو بالكاينتكس. لكن القاعدة العامة أنه إذا يبدي الاسم بالسي إي إف أو بالسي إي بي إتش مثل السيفاردين أو يعني على الأكثر هو عبارة عن مجموعة سيفالوسبورين لتسهيل الحفظ. اما بالنسبة الى الجنريشنز فحضراتكم راح تبعوها هي والاسم التجاري مالتها اللي موجود، وحسب كل جنريشن شنو تغييره عن الثاني راح يجي بالسلايدات اللاحقة. نجي على الانتيبكتيريال سبيكتروم. السيفالوسبورينز مثل ما شفنا بالتصنيف القبل انه يصنف الى الجيل الاول والثاني والثالث والرابع
والخامس اللي هو المتطور وكذلك موجود به الكومبينيشن. ويعتمد بالتصنيف بالأساس على البكتيريال سوسبتابلتي باترن اللي هو على حساسية يعني كمضاد بكتيري يعني للجراثيم ايش قد حساسة إلها، وكذلك على المقاومة للبيتا لاكتيميزز اللي هي الأنزيمات اللي تفرزها الجراثيم. طبعا السيفالوسبورين ما يأثر ضد الميثسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس، ولا يأثر على الليستيريا مونوسايتوجينوس، ولا يأثر على الكلوستريديوم ديفيسيل، ولا يأثر على الانتيروكوكاي. هذا بصورة عامة كملاحظة أنه هذه الأنواع من الجراثيم السيفالوسبورين ما يأثر عليها بأي نوع ولا بأي جنريشن. الفيرست جنريشن سيفالوسبورين هذا عادة يعمل عمل البنسلين جي سبستيتيوتس، يعني كمعوض عن البنسلين جي. في حال اكو حساسية للبنسلين جي فراح يعتبر السيفالوسبورين المجموعة الأولى تعتبر كبديل لاستخدام البنسلين جي. طبعا هذه المجموعة هي مقاومة للستافيلوكوكس بنسلينيز، يعني الستافيلوكوكس اللي هي تنتج البنسلينيز، وكذلك لها فعالية ضد البروتياس ميرابلس والإشريشيا كولاي والكليبسيلا نيمونيا. بالنسبة للسكند جنريشن سيفالوسبورين هذا عنده يعني فعالية أكثر ضد ثلاث أنواع من الجرام نيجاتيف أورجانيزم اللي هي الهيموفيلس انفلونزي، الانتيرو بكتر ايروجينز، وبعض النايزيريا سبيشيز، والنايزيريا طبعا مسبب المرض السفلس، فتكون فعالة ضد هذول أنواع الجراثيم. لكن التأثير بالنسبة إلى second generation cephalosporin على الجرام بوزيتيف أورجانيزم نوعا ما يكون ضعيف. فقط هناك ملاحظة، أكو استثناء لهذا التصنيف العام اللي هسه احنا حكيناه، انه اكو السيفومايسين والسيفوكسيتين هذول عندهم تأثير قليل ضد الهيموفيلس انفلونزي، وكذلك لحد الآن اكو تأثير ضد الان ايروب البكترويدز فراجيلز. فاكو استثناءات موجودة بملاحظات المفروض انه نعتمد عليها اثناء القراءة حتى نميز بين انواع السيفالوسبورين وبين الجنريشن مالتها. بالنسبة للثيرد جنريشن سيفالوسبورين شافوا انه لها دور كبير بعلاج الكثير من الامراض الجرثومية. ومثل ما لاحظنا انه الفيرست جنريشن سيفالوسبورين اثر على كثير من الجرام بوزيتيف كوكاي، فالثيرد جنريشن الى تأثير ضد الجرام نيجاتيف باسيلاي بالإضافة إلى اللي ذكرت سابقا، فهي تأثر أيضا على مجموعة الجراثيم اللي هي الانتريك أورجانيزم بالإضافة إلى السيريتيا مارسيسنس. ولاحظوا أنه السيفترياكزون والسيفتاكسيم تعتبر الدراج اوف تشويس لعلاج المننجايتس اللي هو التهاب السحايا
الدماغية وشافوا السيفتازيديم إله فعالية في علاج السيدوموناس أوريجينوزا. بالنسبة إلى الفورث جنريشن سيفالوسبورين اللي هو مثال عليه سيفيبايم، هذا يصنف من ضمن الجيل الرابع واللي عادة يعطى حقن. السيفيبايم إله طيف واسع ضد الجراثيم اللي هي الستربتوكوكاي والاستافيلوكوكاي، لكن النوع الحساس إله هو فقط اللي يكون مثلين سيسبتابل، يعني مو كل الأنواع الاستافيلوكوكاس ممكن انه تكون حساسة إله، لا فقط لما يكون المثلين اللي هو من مجموعة البنسلين سيسبتابل، يعني حساسة لهاي المضادات للمثلين، يعني الجراثيم حساسة للمثلين راح تكون حساسة إلى السيفيبايم، أما المقاومة فما راح يأثر عليها السيفيبايم. كذلك أن بالنسبة للسيفيبايم also كذلك يعني يأثر على مجموعة من الكائنات السالبة الجرام الهوائية اللي من عندها الانتيروبكتر، عصيات القولونيا الإشريشيا كولاي، الكليبسيلا نيمونيا، البروتياس ميرابلس والسيدوموناس أوريجينوزا. بالنسبة إلى الثيرابيوتيك ادفانتجز اوف سم كلينيكالي يوسفول سيفالوسبورينز، اكو اشياء ايجابية او نسميها محاسن علاجية لاستخدام بعض انواع السيفالوسبورينز سريريا. احنا قلنا اكو 5 اجيال من السيفالوسبورين، الجيل الخامس جدا متطور واكو بي كومبينيشن، فاحنا حاليا نحكي على الدارج اللي هي اول 4 اجيال. فعندنا بالنسبة الى الجيل الاول واول نوع بي هو السيفازولين، سيفازولين هذا من الجيل الاول من السيفالوسبورينز اللي يعطى عن طريق الحقن، الى مفعول نوعا ما طويل الامد، والمواصفات العامة للأنتيبكتيريال سبكتروم تشبه مجموعة الجيل الأول، وطريقة عمله أنه يخترق أو يخترق العظم بصورة جيدة، يعني نلقى تركيز كبير بالعظم، لذلك ممكن أنه يفيدنا في حالات التهاب العظم. النوع الثاني السيفالاكسين، السيفالاكسين يعتبر البروتوتايب هو الفتشي الأولي أو الأصل أو المنشأ للجيل الأول، وهو عادة يعطى أورالي عن طريق الفم. السيفالاكسين يعطى مرتين يوميا ويعتبر فعال في العلاج ضد التهاب البلعوم، التهاب البلعوم فارنجايتس. السكند جنريشن او الجيل الثاني عندنا السيفوروكسيم صوديوم، هذا يعتبر البروتوتايب للسكند جنريشن او الاصل بالنسبة الى اعضاء او مفردات الجيل الثاني، يعطى عادة عن طريق الحقن، وإله عمر نصف طويل جدا، يعني أكثر من الأنواع الأخرى بالنسبة للجيل الثاني. من مواصفاته أنه يعبر البلاد برين بارير، وممكن أنه يستخدم لعلاج التهاب القصبات اللي يؤخذ من المحيط، أو لعلاج ذات الرئة بالأشخاص كبار السن، أو كذلك ممكن أنه يعطى بالمرضى اللي عندهم إجهاد مناعي أو مناعتهم ضعيفة نوعا ما. بالنسبة للسيفوروكسيم إكزيتيل، هذا عادة
يعطى مرتين باليوم، وهذا الدواء امتصاصه جيد جدا، وهو فعال ضد الأحياء المجهرية اللي تنتج إنزيم البيتا لاكتيميز. بالنسبة إلى الجيل الثالث عندنا السيفدينير والسيفكزيم، هذول عادة يعطون أورالي مرة واحدة يوميا. السيفوتاكسيم هذا يعطى لعلاج الإصابات اللي ممكن أنه تكون موجودة بالسيريبرو سباينال فلويد، لأنه يخترق بصورة جيدة. بالنسبة للسيفتازيديم هذا يكون فعال ضد جراثيم السيدوموناس أوريجينوزا. السيفترياكزون هذا الدواء إلى لونج تي هاف لايف، تقريبا 6 أو 8 ساعات، يعطى مرة واحدة يوميا حقا طبعا. ونشوف انه بي تركيز عالي يوصل بالدم وكذلك بالسيريبرو سباينال فلويد، يعمل بصورة فعالة ضد الجينيتال الانال والفرنجيال بنسلين ريزيستنت نايزيريا غونوريا، مسببة مرض السيلان نايزيريا غونوريا. فإذا كانت الإصابة طبعا هي من الأمراض الجنسية، فإذا كانت يعني الإصابة بالجينيتاليا أو الانال أو الفرنجيال وهي نوعها عادة مقاومة للبنسلين، فممكن أنه ننطي السيفترياكزون حقا لعلاج هذه الحالة. الدواء من المواصفات مالته الأيضية أنه يطرح عن طريق البايل، لذلك ممكن أنه ننطيهم للأشخاص اللي عندهم عجز بالكلى وعادة اختراق للعظم يكون جيد جدا. بالنسبة إلى الجيل الرابع اللي هو السيفيبايم، هذا عادة يكون افكتيف ضد السيدوموناس أوريجينوزا. نجي على الريزيستنس المقاومة. بالنسبة إلى الميكانيكية الخاصة بمقاومة الجراثيم للسيفالوسبورين، هي عادة نفس اللي وصفناها بالمقاومة للبنسلينات، لكن أكو ملاحظة إنه السيفالوسبورين عادة ما تكون حساسة للهيدروليسز أو التحلل المائي بواسطة الستافيلوكوكال بنسلينيز، لأنه تقريبا البنسلينيز هي خاصة للبنسلين، لكن السيفالوسبورين عندها حلقة بيتا لاكتام وهي من ضمن المجموعة مال البيتا لاكتام اللي من عندها البنسلين والسيفالوسبورين، لذلك ممكن السيفالوسبورين يكون حساس للإكستندد سبكتروم بيتا لاكتيميز اللي مفروض اللي تنفرز من أو اللي تنتج من هذه الجراثيم، فممكن أنه تتحلل سيفالوسبورين عن طريق البيتا لاكتيميز. بالنسبة إلى التأثيرات الجانبية الأدفيرس إفكتس أو السايد إفكتس، السيفالوسبورينز كمجموعة تنتج عدد من التأثيرات الجانبية، البعض من عدها ممكن أنه يكون خاص لعناصر في مجموعة معينة، يعني شيء خاص بفد دواء من الجيل الأول إذا أورالي أو بارنترال، الجيل الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا، فممكن أنه يكون يونيك للممبرز أوف ذا جروب. الالرجيك مانيفيستيشن هو طبعا المين سايد افكت اوف ذا بنسلين والسيفالوسبورين، فاكو ملاحظه انه الاشخاص اللي عندهم انافيلكتيك ريسبونس
للبنسلين يعني درجات مالت الحساسية للبنسلين لازم ما ياخذون السيفالوسبورينز، لأنه إذا كان الأشخاص حساسين للبنسلينات ممكن أنه يكون 5 إلى 15% من هذول الأفراد حساسين للسيفالوسبورينز. أكو مجموعة حساسة للبنسلينات، 5 إلى 15% من عندهم الذولة يكونون اوريدي حساسين للسيفالوسبورين، لكن الباقي مو إلا يعني 95 أو 85 إلى 95% ما يكونون حساسين للسيفالوسبورين، لكن 5 إلى 15% من الحساسين للبنسلينات يكونون حساسين للسيفالوسبورينز، لذلك لازم نتجنبها. من جهة أخرى ممكن يحدث allergic reactions اللي هي تفاعلات مال الحساسية ضد السيفالوسبورينز بنسبة 1 إلى 2% من الأشخاص بصورة عامة اللي هم ناس عاديين مو إلا عندهم حساسية للبنسلينات، لذلك لازم ناخذ حذرنا وحيطتنا بالنسبة إلى الأشخاص اللي عندهم حساسية من السيفالوسبورين أو من البنسلين ومن يعني الكروس سنسيتيفيتي تو سيفالوسبورينز أو بنسلينز أو بيتا لاكتام إن جنرال.